جدا جدا للكثير من الناس القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع أكاديميا وإعلاميا وعلميا ما شاء الله. حضور رائع الأستاذ دكتور محمد لاشين. العين عشان أغير لها اللون لازم تكون العين دي خالية من الأمراض وتكون على الزيرو. أنا عايزك تعمل لي مقارنة ما بين خطورة العدسات الناصحة وما بين عملية تجميلية. تقنية عالية جدا نهت على المشرط الجراحي. العينين هي جاذبية الإنسان الأول. فدي حقيقة جدا من السيليكون بتتبرم ونفرد اللون جوه العين ويفضل اللون ده ثابت مدى الحياة. اللي عنده السكر وعامل مشاكل في العين ممنوع منع بطل اغاز لون العين. المايه البيضاء طيب هل تتنافى او لها علاقه بتغيير لون العين؟ كل ما التقنيه عليه قل دور الدكتور، لا بالعكس. الاستاذ الدكتور محمد لاشين استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الابصار والليزر. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا دكتور. منور دكتور كل الساده المشاهدين. اهلا بيك. انا بدات رؤيه حضرتك النهارده. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. انا بدات حوار النهارده بمشكله صدرتها، ودي مشكله على فكره عنيفه جدا، مشكله العدسات اللاصقه، بس الناس عايزه برضه لون عينين حلو. يعني في ناس لون عينيها بنت نفسها يبقى لون عينيها مثلا مخضر مزرق بتاع كده. من حقها. من حقها طبعا. طبعا حضرتك احنا لما العدسات اللاصقه ظهرت كانت بتحل مشكله كبيره برضه ما كانش ليها حل، اللي هو النظر الضعيف. ما احنا مش هننكر انها كان ليها دور مهم في وقت مهم وتحل مشكله، وهو النظر الضعيف ومش قادر البس النظاره، او عندي عين وعين ضعيفه وعين قويه، مضطر اشوف حل بديله، كانت العدسات هي الحل. ولكن سوء استخدام العدسات او الافراط في استخدام العدسات او موضه العدسات الملونه دخلتنا في ناحيه تانية خالص من الناس اللي مش محتاجه عدسه ونظره كويس وبيلبسها تجميلي. وطبعا حضرتك عارف ان احنا بنعمل دايما عكس التعليمات، يعني احنا دايما بتقول لواحد ما تنامش بالعدسه فينام بيها، ما تقول لواحد غير المحلول كل اسبوع ارميه هات واحد جديد لا يكمل بالازازه، اما تقول لواحد نظف ايدك ما يقول لك انا في الشغل وما لحقتش. ظهرت مشاكل رهيبه جدا، والمشاكل دي يعني بنبقى ساعات بنحط نفسنا في ريسك. واحد نظره ضعيف، انما انا واحد عايز اغير لون عيني او واحد عايز اتغير لون عينيها، طب ايه اللي حطك في الريسك ده؟ لما انت عندك حل بديل يقدر يخليكي لون عينك اللون اللي انت تتمنيه ومره واحده في العمر، ومفيش مشاكل تتعرض لها يوميا، لا محلول ولا استخدام عدسه ولا قرحه ولا التهاب ولا القرنيه فيها اي خطوره. الدكتور محمد قال لي النهارده نعمل لك مفاجاه، هتبدا غدا صور وابدا فنبدا المستند الاول اللي ده حضرتك صور قبل وبعد تغيير لون العين. ده تغيير لون عين؟ لا يا فندم مش عدسات. بجد؟ لا مش عدسات والله. دي مش عدسات يعني؟ ده تغيير لون العين؟ ده تغيير لون العين، وده بعد العمليه تقريبا باسبوع 10 ايام. يعني دي عمليه؟ عمليه تغيير لون العين بعد العمليه. الله، ده قبل فوق ده بعد العمليه، ده ثالث يوم تقريبا او رابع يوم بعد العمليه. وهي اللي طلبت اللون ده؟ حضرتك ما هو اللون بيطلب اللون اللي يعجبها بنطلبه، لان اللون ده بيتعمل. يعني هي حضرتك بتطلب لون من كتالوج، اشوف حضرتك ده قبل وده بعد العمليه بيومين او ثلاثه تقريبا. دي حضرتك زي ما انت شايف يعني ده لون ثابت مدى الحياه، فاضل في العين على طول، تنام بيه وتقوم بيه وخلاص، يعني ده لون عينيها الطبيعي. ده لون عينيها اللي بقى طبيعي خلاص دلوقتي. شوف حضرتك ده حقيقي على فكره، يعني مش فوتوشوب ولا حاجه، ده حقيقي مش فوتوشوب. ايه؟ لا مش فوتوشوب. لا الناس من جمال الموضوع بتتخيل ان ده يعني هي دي صور حقيقيه. صور حقيقيه. دول عينين انا على فكره، دول مش من على اليوتيوب ولا، دول عينين انا اللي عامل لهم، يعني دول انا عامل لهم والعمليه ناجحه جدا. حضرتك احنا في المجال ده بقالنا فتره طويله قوي، بقالنا سنين طويله يعني. بس للاسف هو في بدايته كان الموضوع مش زي ده، يعني مش التقنيه دي. احنا كنا الاول بنيجي بنعتمد على ان حضرتك عارف ان اللي مدي لون العين اصلا كظحيه العين. حضرتك لو بنيجي نمثل الناس الموضوع ببساطه بقول لهم القرنيه المدوره الملونه دي شفافه زي ازاز الساعه بالظبط، زي الازاز. وراها لون المينا بتاعت الساعه هو لا لون العين. فالمينا دي جزء داخلي في العين. فاحنا زمان ما كانش قدامنا اختيارات غير ان انا اللون اللي جوه بني فبشيل الصبغه البني فيطلع اللون ازرق. فكنا بنيجي بالليزر نكحت اللون البني ده، كانت عمليه يعني شديده شويه، واستنى على العيان ثلاث اسابيع لما الصبغه تمشي خالص من عينيه يتحول للون الازرق، وما كانش قدامه اختيارات في الالوان غير ان هو يتحول من بني لازرق فقط لا غير. وكانت عمليه بالليزر، وكنت بشيل الصبغه اللي في العين كتير قوي قوي، فكان يحصل منها التهابات وساعات يحصل منها ميه زرقاء وساعات يحصل منها التهاب قزح مزمن
وبطلناها فورا لان هي ما نجحتش الفكره يعني. وتوقفنا عن الموضوع من سنين، الكلام ده من 15 سنه او 12 سنه، وقفت الحكايه خالص. ورجعنا فكرنا في نوع تاني من العمليات، ان احنا نشيل اللون الجراحي، الليزر يتشال اللون الجراحي، وكانت عنيفه برده شويه لحد ما، وكان بيطلع ساعات اللون في العين دي حسب السبب، والصبغه طلعت مش متناسقه فكانت مش ظريفه. وصلنا كده ان احنا بنعمل شرايح من السيليكون، شريحه رقيقه جدا من السيليكون بتتضرب بتبقى حوالي ملي او 1.5 ملي، ونقدر نحطها في العين. وكنا بنستخدمها الاول بطريقه جراحيه، يعني نستخدم مشرط جراحي نفتح فتحه في العين 2 ملي ونحط منها اللون ونفرد اللون جوه العين، ويفضل اللون ده ثابت مدى الحياه. دي كانت عمليه جراحيه ناجحه، كانت ناجحه، كان ليها بعض المشاكل البسيطة قوي، ولكن كانت عملية ناجحة وكويسة. لما ظهر بقى الفيمتو ليزر، وحضرتك طبعا عارف طبعا الفيمتو ليزر يعني كلفكم كتير وقفز قفزة. ايوه بالظبط كده، وكلفنا كتير فعلا، بس بصراحة على نسب نجاح العمليات جدا، زود مستوى الامان، وصلنا لمراحل 100% واحنا مطمنين. مفيش جروح مشرط خالص، ولكن برضو احنا بنرجع نقول كل حاجه لازم اقول الحته دي مهمه قوي يا دكتور ايمن، ان مش كل ما التقنيه عليت وكل ما ظهر الفيمتو ليزر وكل ما ظهر قل دور الدكتور، لا بالعكس. ده كان سؤالي جاي، يعني ده السؤال ده جاي قوي، لان انا هسالك بس في الاخر شويه عن فكره ايه، انه بدات تظهر ناس تدخل في شغل العين وهم مش دكاتره اساسا، يفتحوا سنتر ويجيبوا ناس مش مؤهله ويجيبوا جهاز ويقول لك انا بقى ايه، ما انا معايا فلوس وخلاص. ده سؤال خليه في الاخر، الحته ده مهم قوي. وده النهارده نخش بالفيمتو ليزر، اقدر انا اعمل المكان اللي هو ال1.5 مللي او ال2 مللي ده بالفيمتو ليزر، واحط منه اللون داخل العين، اللون ده بيفضل ثابت مدى الحياه. ثابت مدى الحياه فعلا، واللون يخرج الواحد من اوضه العمليات لون عينه هو ده اللي هو اختاره، مش بيظهر بعدها باسبوع ولا اثنين ولا ثلاثه، لون العين بيظهر فورا، بيفضل ثابت في العين. ايه الميزه في الموضوع دلوقتي؟ ان انا بسيب لون العين الاصلي وبحط اللون ده فوقيه. احنا كنا زمان بنشيل لون العين، يعني لو الانسان ما عجبوش شكله ما يعرفش يرجع للونه الاصلي. انا شلت لون عينك خلاص، يعني انا شلت الصبغه وخليتك ازرق، ما ينفعش ترجع تاني تقول لي عايز ابقى بني، ما ينفعش الكلام ده. دلوقتي بقى انا بسيب لون عينك الاصلي واحط فوقيه اللون اللي انت اخترته، ازرق اخضر اصفر احمر، اللون اللي انت تختاره ونحطه فوقيه، بيفضل لون عينك الاصلي موجود. لو انت في اي وقت عايز ترجع للونك الاصلي بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه، بنقدر نشيل اللون وترجع للونك الاصلي. اللون ده حضرتك قلت لي ان هو بيتعمل ازاي؟ اللون ده حضرتك احنا مش اي حد يجي يقول لي عايز اغير لون عيني هقول له يلا بينا بكره، مفيش حاجه اسمها كده. ده لازم انا اختار مين ينفع له وما يحصلوش اي مشكله منه نهائي، واللون هيليق عليه فعلا، والمكان اللي هتحط فيه اللون مناسب ان يتحط فيه اللون، لان ده مكان في العين مساحته المفروض تكون 3 مللي. فلو شوف حضرتك الدقه في الموضوع، 3 مللي على اقل من 3 مللي ما ينفعش. لازم نعمل حاجه اسمها بصمه عين، ولازم نقول للناس ان في بصمه للعين زي بصمه الايد بالظبط، تختلف من شخص لشخص. في بصمات بينفع لها وفي بصمات نقول له ما ينفعلكش، فلازم نختار بدقه متناهيه البصمه اللي ينفع لها. لازم اختار مساحه العين من جوه يكون فيها المساحه الكافيه للون، لازم يكون اللون هيليق عليه فعلا، لازم يكون اللون ده مش هيحصل له منه اي مضاعفات لا دلوقتي ولا في المستقبل. بناخد كل المقاسات اللي احنا اخترناها باللون بتاعه وبنطلب الاوردر، ده بيجي له من امريكا مخصوص. بتيجي كل عين بالملي، يعني احنا حضرتك لو تعرف ان احنا طبعا في كل عين تفرق عن الثانيه ولو ملي او 2/10 ملي، لازم يجي اللون بالملي، لان اللون طلع اكبر او اصغر لا شكلا ولا موضوعا هينفع. بالملي بناخد القياسات بدقه وبنعيد المقاس مره و2/10، بيجي اللون مخصوص، بيجي له في خلال ايام يعني، بيعمل عمليه وتبقى الامور 100%. حلو قوي. تمام. برضو هسال السؤال الكلاسيكي قوي، اللون ده ما بيتفاعلش مع العين الصبغه دي علميا خامله ولا ممكن تتفاعل معاه؟ شوف حضرتك، هو اصلا اللون ده من ماده سيليكون، فماده سيليكون حضرتك عارف احنا بنستخدمها في كل الجسم وفي العيون، في عمليات عيون كتير جدا، في الشبكيه وفي غيره، لا يمكن تتفاعل خالص. وكل ما حضرتك بتعمل العمليه بالفيمتو ليزر فانت ما تعرضتش لمشرط جراحي، ما تعرضتش لجرح كبير، ما تعرضتش ان انت تهيج جهاز المناعه ان في عمليه حصلت اصلا في المكان. فانت بتشتغل في جهاز زي ما حضرتك قلت في المقدمه، القرنيه عضو في الجسم ما بيوصلوش اصلا شرايين، مش واصل له دم، يعني حضرتك هو بيتنفس من الهواء وبياخد جهاز المناعه بتاعه من الدموع، يعني الدموع بتاعتنا دي جهاز المناعه بتاعت القرنيه، وعشان كده عدسات بتاثر على الدموع وبتخنق العين فما بيدخلهاش اكسجين. فانت قللت المناعه بتاعت القرنيه جدا، مجرد ما بيجي الميكروب
بيعمل مشكله كبيره قوي في العدسات اللاصقه عشان المناعه انت اثرت عليها من الاكسجين اللي في الجو ومن الدموع. فانا دلوقتي لما بعمل له العمليه بالفيمتو ليزر انا لا تاثرت في فيلم الدموع ولا اثرت على الاكسجين اللي داخل ولا عملت جرح جراحي بمشرط يهيج جهاز المناعه فيقوم يتفاعل مع العمليه. الناس طول عمرها برضو بتامل في شكل اللي عينيها اكثر جاذبيه، العينين هي جاذبيه الانسان الاولى. تعال نشوف الجمهور بيفكر ازاي. في امل في المستقبل ان احنا نفتح لون العين، يعني نفتح لون العيون. السؤال ده يدل على انه الناس ما عندهاش ادنى معرفه بالعمليه دي خالص. ما هي بتسال على انه في المستقبل. هي مش عارفه ان هي اوريدي عمليه بتتعمل بقى لها سنين. مش عارفه ان احنا دلوقتي في المستقبل، احنا وصلنا للمستقبل فعلا. احنا دلوقتي في محطه المستقبل. المحطه اللي فاتت، المستقبل كان المحطه اللي فاتت. عمليه بقى لها قد ايه؟ العمليه دي حضرتك احنا دلوقتي بنعملها بالفيمتو ليزر بقى لنا 7 سنين. 7 سنين؟ اه. والناس لسه بتقول في والناس لسه بتسال على المستقبل. بنعملها جراحيا من غير الفيمتو ليزر بقالنا 12 سنه. اه يعني شرائح السيليكون دي موجوده فعلا، هو مصنع وحيد في امريكا اللي بيعملها، وده موضوع موجود من زمان، ولكن حضرتك عارف ان احنا التجميل كان مشهور اكتر في لبنان وفي تونس، فكنا احنا اصلا بنسافر نعمل الحالات دي هناك اكتر، ما كانش منتشر قوي في مصر. وحتى المصريين كانوا بيحبوا يسافروا لبنان يعملوه هناك، حضرتك عارف كل التجميل طبعا لبنان يعني ممكن يديك قرض من البنك عشان تعمل عملية تجميل. اه على فكرة التجميل عنده ده كلاسيك جدا، من اساسات الحياة. جدا جدا انه الواحدة تدخل بنت امورة تاخد قرض من البنك وتعمل عشان تعمل عملية تجميل ايا كان سبب العملية، بس ده متاح هناك. فلبنان بالنسبة لهم التجميل رقم واحد في الطب، وبالنسبة لهم في تونس كمان مهم قوي الموضوع ده. واحنا حبينا ندخل الموضوع ده في مصر لان هو في ناس كتير جدا في مصر محتاجاه. احنا اول ما بدات الفكره كمان بدات لما كان واحد عنده اصابه في عين مثلا وعنده القزحيه بتاعته حصل لها في الاصابه دي تشوه من ان البني بتاعه ده ما بقاش زي عينه السليمه اللي ما اتصابتش، فبعد عنده عقده نفسيه كبيره جدا، حتى لو شايف بالعين دي ضعيف او مش شايف بيها بس مش عايز حد يلاحظ. فكان بيلبس عدسه لاصقه وده كان بيحصل له عذاب، عينه فيها التهاب من الخبطه او الحادثه وعينه فيها التهاب من العدسه. فدول اللي بدانا اول ما بدانا ان احنا نحط له العدسه دي او القزحيه السيليكون دي علاجيه. نحطها له، ناخد بصمه العين الثانيه ونعملها له بالظبط هنا في العين دي، فيبقى الانسان شكله طبيعي ولا يلبس عدسه ولا يحصل مشاكل ولا حد يلاحظ. انا عايزك تعمل لي مقارنه في جدول كده ما بين خطوره العدسات اللاصقه او بمعنى اصح العدسات اللاصقه وما بين عمليه تغيير اللون. انا اقول لحضرتك حاجه، عمليه تغيير اللون ما بنعملهاش اذا كان في احتمال خطوره 1 في المليون. ما بتتعملش يعني، اقول له روح يعني هو ممكن يعيش رفاهيه يعني عمليه تجميليه 100% يعني. هو اللي نظره ضعيف ولا هو عنده مشكله في عينه ولا يعني عايز يغير لون عينه وما ينفعلوش، او في خطوره 1 في المليون، او في عنده في عينه مثلا مرض يمنع، طب ليه لا خالص. وللاسف العدسات اللاصقه معظم الناس ما بتجيش تستشير الطبيب فيها، يعني ممكن تستشير صاحبتها او تستشير زي ما حضرتك قلت في المقدمه الكوافير او حد، وما تجيش للدكتور، فتستعمل العدسه وتجي لنا احنا في المشاكل. لو حد جه يستشير في العدسه اللاصقه برضه في ناس اقول لهم ما تلبس عدسه لاصقه خالص، يعني انت ما ينفعلكش وانت ينفع لك وانت حصل لك جفاف وانت حصل لك حساسيه. بقول النقطه الثانيه المهمه جدا بقى في العدسات اللاصقه ان انت بتعرض نفسك للخطوره يوميا، يعني انت حاطط نفسك في ريسك العدسات اللاصقه يوميا، في ريسك الجفاف وريسك الحساسيه وريسك القرحه في القرنيه وريسك خراج القرنيه وريسك المشاكل يوميا. فمفيش مقارنه خالص، يعني احنا بنقول دلوقتي مش طفره بس في التقنيه بالليزر ولا طفره في الالوان، لا ده مفيش مقارنه. حضرتك بتحط واحد في وضع نفسي واجتماعي وشياكه مدى الحياه بعمليه بتاخد العين الواحده بتاخد 4 دقائق يا دكتور. 4 دقائق فعلا يعني لو 5 دقائق هقول لك 5 دقائق، هم 4 دقائق فعلا العين الواحده. وبيطلع من العمليات مفتح عينيه، لابس نظاره شمس لمده يوم، بيسوق عربيته لو عاوز، مفيش اي مشاكل. السؤال الكلاسيكي التاني. تمام. البنت جت عملت لونها ازرق، طب هي نفسها السنه الجايه تعمل اخضر. او نفسها بعد كده تعمل عسلي. ايه طبعا. ايه التغيير هنا؟ متاح. متاح تغيير. متاح. متاح بس يعني نادرا ما بنقابل النوعيه دي من الناس او الطلب ده، مش يعني محدش بيحب قوي كده. لان هي كمان اللي بيغير لون عينه غالبا ما بيحبش يقول للناس انه غير لون عينه، بيحب يقول له ده لون عيني الطبيعي، فمش معقول كل سنه لون عينه بيتغير يعني. يسبح بيسبح عليه. مش معقول بقى انا لون عيني السنه دي ازرق والسنه الجايه اخضر، مش بيبقى كده. ولكن اللي مش عاجبه اللون وبيبدا بعد سنه او اتنين عايز يغيره بنقدر نشيله، يسيب لون عينه الطبيعي لو عايز يرجع له، او نحط لون تاني. متاح. هنروح بقى شويه للطب دلوقتي. عيان جالك عنده -2 او -3 وعايز يعمل ليزر وعايز يغير لون عينيه، الحكايه دي الاثنين مع بعض ممكن يحصل؟
هو حضرتك لازم ناكد على الحته دي، وده السؤال ده يعني اشكرك عليه، ان لازم يحصل مش ممكن، هو لازم. حضرتك احنا لما بنغير اللون احنا بنغير بصمه العين. يعني بصمه العين بقت بصمه جديده. البصمه الجديده دي لازم قبل انا ما اعملها على البصمه الاصليه بتاعته اللي هو ربنا خلقه بيها، انا اغير له اللون الاول مقاس نظره. ارجعه له 6-6 يعني. لو ماينس 2 لازم الاول اعمل له تصحيح نظر بالفيمتو ليزر، وفي نفس العمليه اعمل له تغيير لون عين. يعني هو بيضرب عصفورين بحجر واحد كده. لازم يضرب العصفورين بحجر واحد، لازم اصلحه. ده كلاسيك. ده لازم. واحد عنده حسن نظر الماينس 10 وعايز يعمل تغيير لون، لازم اصلح له ماينس 10 الاول واعمل له تغيير اللون. ارجعه الاول يعني ارجعه الاول منتظم ستة وتمام 6-6 واظبطه بالليزك اللي هو بالفيمتو بقى. بالفيمتو. او غير له اللون في نفس العمليه. حضرتك شايف طبعا احنا الفيديو بيتكلم عن الفيمتو ليزر، هو باختصار عشان الناس تفهم الفيمتو ليزر في كلمه واحده، ان هو ليزر من الالف الى الياء بدون مشرط جراحي في النص. مفيش اي مشرط جراحي في النص، تصحيح قصر النظر. ليزر من الالف للياء، من اول ما ببدا العمليه لحد ما بخلصها، في خطوات بعملها بالفيمتو وفي خطوات بعملها بالاكزيمر ليزر، ولكن هي العمليه كلها على بعضها اسمها فيمتو ليزر. فيمتو ليزر اقدر اعمل بيه بقى كل حاجه تتخيله في القرنيه. كل حاجه ممكن تتخيله، يعني ممكن اقول له يعمل لي طنل جوه القرنيه، او يعني مجرى جوه القرنيه احط فيها حلقات، اقدر اقول له اعمل لي فيها فتحات احط منها اللون، يقدر. اقدر اقول له اعمل لي فلاب عشان اصلح النظر بالاكزيمر ليزر، اقدر. اقدر اقول له اعمل لي فتحات اعمل منها ميه بيضاء فيكو، اقدر. الفيمتو ليزر بيسمع الكلام يعني. اقدر اقول له اعمل لي طبقات في القرنيه افصلها عشان اقدر اعمل زرع قرنيه لطبقه من الطبقات، اقدر. الفيمتو ليزر تقنيه عاليه جدا، نهت على المشرط الجراحي وزودت دور الدكتور اهميه وحساسيه وتقنيه وعلم. الميه البيضاء طيب هل تتنافى او تحدث او لها علاقه بتغيير لون العين؟ العين عشان اغير لها اللون لازم تكون العين دي خاليه من الامراض وتكون على الزيرو. يعني ايه على الزيرو؟ يعني ما فيهاش ميه بيضاء، ما فيهاش قصر نظر، ما فيهاش استجماتيزم، ما فيهاش اي مشاكل تاني. طب لو في ميه بيضاء يبقى انا لازم اعمل عمليه الميه البيضاء واغير لون العين في نفس العمليه. ممكن برضو. ممكن جدا. يعني دي مثلا برضو في بالفيمتو. ده اساسي. برضو بالفيمتو. بالفيمتو برضو. طبعا. في كتير كده. واحنا بنقدر نعمل الاول بالفيمتو تغيير الموضوع ده كله، ان احنا نشيل الميه البيضاء ونغير لون العين في نفس الخطوه في نفس العمليه. وده ميزه اعلى على فكره، على فكره لما يبقى في ميه بيضاء وانا اقدر اعمل ميه بيضاء قبلها، ده بيخلي المساحه اللي قلت لحضرتك عليها 3 مللي دي، المساحه دي بتبقى اكبر. يعني بعد عمليه الميه البيضاء المساحه اللي بتحط فيها اللون بتبقى اوسع. حضرتك خلصت الميه البيضاء اللي جوه العين دي، لما بتشيلها المساحه جوه العين بتبقى فضيت شويه او وسعت شويه، لان العمليه بتفضي مكان، فاقدر احط اللون كمان. يعني في ناس يبقى مش متاح ليهم اللون عشان المساحه ضيقه، بعد عمليه الميه البيضاء يبقى متاح ليه اللون كمان. فبتزود فرصته اكتر. الميه الزرقاء هل لها علاقه برضو؟ ناس ممكن قوي لو واحد محترف قوي عيون دلوقتي وقاعد بيتفرج علينا يقول لك ايه، طب ما هو انت هتحط ممكن ترفع ضغط العين مثلا. ممكن. ده سؤال احتراف. فكر في حد ممكن يفكر في كده. اللي عنده ميه زرقاء ممنوع منعا باتا يغير لون عينيه. ده عنده كونتر انديكيشن. اللي عنده السكر وعامل مشاكل في العين ممنوع منعا باتا يغير لون عينيه. كنت لسه هسالك على السكر. الناس اللي عندها مثلا مشاكل وراثيه في القرنيه زي قرنيه مخروطيه ممنوع منعا باتا يغير لون عينيه. القرنيه المخروطيه ده ممنوع يعمل اي حاجه. ممنوع يعمل ليزك، ممنوع يعمل يلبس عدسات كونتاكت لينس عاديه. الابسولوت كونتر انديكيشن اللي هو الكونتر انديكيشن او مرض العين ده، المنع التام. ده المنع التام. يعني احنا عايزين اقول ليه بقول لحضرتك كل الحاجات دي، عشان بس الناس ما تربطش تغيير لون العين بالميه الزرقاء. لا، مش اللون العين اللي بيعمل ميه زرقاء، لا، هو اللي عنده ميه زرقاء ممنوع يعمل تغيير لون عين. واللي عنده سكر عامل مضاعفات في عينه ممنوع يعمل تغيير لون عين. واللي عنده قرنيه مخروطيه ممنوع يعمل تغيير لون عين. مش التغيير لون العين هو اللي بيعمل القرنيه المخروطيه. لا، دي موانع زي كل حاجه في الطب ليها دواعي وليها موانع. فدي موانع نهائيه. نهائية. ولكن في موانع تانية مؤقتة زي اللي عنده مية بيضة. لا، هنشيل له المية البيضة ونعمل له تغيير لون عين، فده مانع مؤقت أنا حليته، أقدر أعمل له ساعتها تغيير لون عين. واحد عنده قصر نظر مانع مؤقت، أقدر أصلح له قصر النظر وأعمل له تغيير لون عين. فدي موانع مؤقتة وفي تانية موانع نهائية. هل لو جالك واحد مثلا ماينس 17 18 اللي هم الناس بقى الهايلي مايوبيك تمام ناس الفل دول نظارات العرق نظارات اللي هي العريفه اللي هي يعني من غير النظاره هو بيبقى خلاص شلت الفيشه تمام. ده هيجي لك هنعمل له ايه؟ عايز يغير لون عينه برضه، نفسه يغير لون عينه، وقالوا له ان انت ليك حل، ايه الحل؟ الحل بتاعه احنا قدامنا حلول كتير قوي للماينسات اللي فوق ال 12 وال 13،
وكان اشهرهم ان احنا بنزرع على عدسات الاي سي ال داخل العين، ولكن في النوع اللي زي ده اللي عايز يغير لون عينه احنا بنعمل له زرع عدسه بديله. احنا بنحط له عدسه بديله للعين بدل العدسه بتاعته الطبيعيه ونحط معاها لون العين. يعني اصل انت عارف الناس اللي هو الهايلي ميوبك دول خوافين بطبيعتهم، خايفين قوي وعندهم تاريخ طويل بقى مع النظارات والعدسات، بيلبس نظاره من هو عنده 3 سنين و4 سنين يعني كونجينيتال. يعني هو حضرتك احنا في زي ما حضرتك قلت في الاول برضو موضوع الجهاز ان يطلع جهاز واي حد يشتغل عليه مش بروفيشنال، احنا برضو في جانب في الطب دخل جانب تجاري وللاسف ده شوه جزء كبير قوي من الطب، مش العيون بس يعني في التجميل وفي الليزر وفي دخل جزء تجاري، كل واحد بيلاقي حاجه بتكسب يقوم فاتح مركز وجايب دكاتره صغيرين فللاسف اللي بيسوق سمعته العمليه مش المركز، يعني العمليه اللي بيسوق سمعتها فيقول لك ده العدسات بتاعه قصر النظر الشديد وحشه بتعمل مشاكل. لا، انت عملتها مع مين وعملتها فين وعملتها انت ينفعلك ولا ما ينفعلكش، عملتها وشبكتك حلوه ولا شبكتك ضعيفه، وعملتها والقرنيه بتاعتك حلوه ولا لا، يعني هل انت اتقيمت من دكتور استاذ متخصص بيعرف يحط العدسات دي مظبوط؟ لان الناس بنقعد نبسط لهم الحكايه نقول لهم دي زي العدسه اللاصقه وبنحطها جوه العين فيفتكر انها عدسه لاصقه فيقول لك طب ما انا اعملها مع اي حد دي عدسه لاصقه. لا، هي عدسه لاصقه احنا بنبسط لك الفكره ان هي رقيقه وان هي ممكن تتبرم وان هي مش متعبه للعين وان هي بتتحط بسهوله وان العمليه خفيفه عليك، ولكن هي العمليه عايزه خبره وعايزه دكتور متمكن وعايز دكتور عنده علم. ده علم يا دكتور ايمن، علم كبير. انا بقول لحضرتك كل ما زادت التقنيه والليزر كل ما زاد دور الدكتور مش العكس. مش الانسان الالي اللي هيعمل عمليه او يخش على جهاز الفيمتو فيطلع من الناحيه الثانيه نظره متصلح، الناس لازم تاخد بالها قوي من الحته دي. فلازم تدور على استاذ عنده خبره عامل لناس قد ايه. احنا دلوقتي بقينا اساتذه في الفيسبوك واليوتيوب وجوجل وبنفتح نشوف الريفيو ونشوف بنعرف يعني احنا بنعرف نوصل لمين كويس. فعينك مش سهله قوي ان انت تروح تعمل زرع عدسه وعندك قصر نظر شديد وعينك حساسه ومع اي حد. سؤالين مهمين بقى. سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني من كلامنا، هل احنا ضد الدكاتره الصغيرين؟ ولا احنا كلمه دكاتره صغيرين ليها معنى عندنا لازم نوضحها للناس؟ طبعا لازم نوضحها للناس. ده احنا ضد الدكاتره الصغيرين في التخصصات. يعني التخصص ده محتاج تكون عندك خبره فيه. فما ينفعش تبقى لسه ما تخصصتش في حته في العيون وتشتغل في حاجات في العيون مختلفه. ما ينفعش يبقى لسه ايدك ما فيهاش المهاره العاليه وبتعمل فك كايول وتروح تعمل زرع عدسه. يبقى انت راجل الاول في العمليه، مش مثلا واقف جنب الراجل التاني. في كل المهن في حاجه اسمها ان انا بقعد اراقب فريق طبي واقعد اراقب بقعد اتعلم. يعني كل واحد بياخد فتره طويله بيبقى واقف جنب حد شايف بيعمل ايه، شايف بيحل المشكله دي ازاي. مفيش حد بيتولد حضرتك بيلاقي نفسه الصبح بيعرف يعمل ميه بيضاء. مفيش حد اتولد كده، محدش اتولد بيعمل ليزك، ولا حد اتولد ولا عشان باباه حتى استاذ اتولد بيعرف. لا، لازم يتعلم من باباه ويتعلم من استاذه ويتعلم من زميله الاكبر منه ونمشي بتسلسل بتاع الفريق لحد ما اوصل ان انا بقيت متخصص في حته واثق منها واقدر اوصل عيان لبر الامان بنسبه نجاح. يعني ال 100% دي لازم تكون ده هدفنا الوحيد. عظيم. هسألك سؤال تاني. لو انت قلت لك انا تقترح لي ايه اللون العين غير لون عيني اللي ممكن يليق عليا؟ لو انا فكرت مثلا الازرق. الازرق يليق عليا؟ ليه؟ اشمعنى انا الازرق؟ هو ده اللي هيمشي معاك. جذاب. والله العظيم. جذاب. الازرق يمشي معاك. جذاب. انت هتضيف للون الازرق اضافه. ربنا يخليك. يا سلام. جميله خالص دي. يدخل اي مكان. اصل هو حضرتك اللون اللي بيغير اللون غالبا بيبقى عايز يعمل حاجه تبان يعني. عشان يعمل لون تقليدي بني مثلا او لون عسلي او لون جري، ما ده مش مش ملفت يعني. ازرق. عايز تمام. ازرق. عموما انا طول عمري عينيا زرقاء يا جماعه. في ممثلين كتير جدا في العالم وفي مصر على فكره عاملين تغييرين عينهم بس لا يعلنوا كتير جدا. طبعا. يعني فوق ما انتم متخيلين. طبعا. وناس كتير لون عينيها ازرق تحديدا برضو مش لون عينيها. طبعا. صح. يعني انت عارفهم كلهم. اكيد. ما حضرتك هيعملوا فين يعني. هيعملوا. بس يعني الا الله سترهم حبيبي. نصائحك النهائيه يعني خطاب نهائي التلغرافات هتبعتها لاولئك الذين يريدون، او برضو خطاب تاني لاولئك الذين يعني زي ما بيقولوا مسلمين نفسهم للعدسات اللاصقه وللعمله. ثلاث تلغرافات. التلغرافات المهمه حضرتك كنت ملخصهم في البدايه وانا هعيد من حضرتك، يعني ان احنا كل ما اقدر ابعد نفسي عن الخطوره وادخل نفسي للزون او المرحله بتاعه الامان فانا كده ناجح. هقدر اعمل كده لوحدي خير وبركه، هقدر اعمل كده بمساعده الدكتور بتاعي ده خير وبركه جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو حطيت نفسي في خطوره العدسات طب ليه؟ طب انا ممكن اغير لون عيني وما عنديش خطوره. لو انا حطيت نفسي في خطوره العدسات طب ليه؟ طب انا ممكن اعمل ليزك مع دكتور كويس واطلع كويس لو كان ينفع، لو الدكتور قال لي انه ينفع لي، الدكتور امين وقال لي انه ينفع لي.
مفيش حاجه اسمها بنعمل ال 10 في 8 بينفع لهم واثنين ما بينفعلهمش او النتيجه 80%. لا حضرتك انا كويس كده يعني ايه انا كويس كده. فلازم ابقى عارف ازاي اوصل العيان بتاعي لبر الامان من غير اي خطوره ومن غير اي خساره. يا اما اسيبه كده يبقى انا كده بقيت سيف على المريض بتاعي. لما يجي لي عنده مشكله واقول له لا خليك زي ما انت مش هقدر اخليك احسن انا كده سيف عليه. تمام كده انت جو... انت كده بعت الاثنين فاضل واحد. الواحد الاخير اللي عمل اوريدي بقى خلاص دلوقتي قاعدين بيتفرجوا عليهم هم عاملين لون عينيهم عاملين تغيير لون عينيهم. اللهم مبروك وشكلكم جميل وانجوي خلاص. انت نورتنا وسعدت بهذا اللقاء سعاده غامره والحقيقه ممتع الحوار معك يعني فعلا القعده والحوار معك فيه درجه من درجات التركيز والامتاع وطريقتك اللطيفه الجميله اللي فيها لا تخلو برضو من حس الدعابه العالي الجميل ده شيء محبب جدا لينا وسعدنا بوجودك معانا واسم متميز وليك حضور اعلامي متميز واضافه وجودك معانا في الدكتور كبيره جدا يعني. انا بشكر على الدعوه الجميله من حضرتك النهارده ودايما دعوتك هلبيها من غير تفكير يعني. ده شرف لينا ضيف العزيز المتميز الاستاذ الدكتور محمد لاشين استاذ واستشاري طب وجراحات العيون بكليه الطب وجامعه الازهر دكتوراه طب وجراحات العيون زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر استشاري تصحيح الابصار والليزك ومتشوقين لحوار كمان في حاجات تانية كتير لسه الليزر لسه هنتكلم على الفيمتوليزيك لسه المية البيضة لسه الشبكية والجسم الزجاجي ده حاجة مهمة جدا 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 ومرضى السكر. ولكن الحوار له وقت والوقت كالسيف إن لم تقطعه أكيد هيبقى زي الفيمتوليزر هيعمل بس انت شوف العناية عناية افتكروا انها زرقاء ركزوش دلوقتي في اللون ان شاء الله قريبا في الموسم الجديد خليكم دايما مع الدكتور.